هقول لكم على حاجه بمناسبه ان احنا بنتكلم عن كشف الحساب في العلاقه ما بين الاثنين. هي بصه لكشف الحساب يعني بزاويه ثانيه. بيقول لك ايه بقى، دراسه دي عملتها واحده من الجامعات في كاليفورنيا، اتنشرت على موقع انجليزي شهير جدا. بيقول لك ايه، اتعملت على 330 الف شخص في 67 دوله. الدراسه دي اتعملت على من الجنسين الرجال والستات. اتعملت على انها تدرس اخلاقيات وسلوكيات الرجاله والستات ومدى ولاء الطرفين في العلاقه. حلو. التزام كل طرف في العلاقه، الولاء، الالتزام، اخلاقيات كل طرف في العلاقه دي. بيقول لك بقى ايه، كان في نتائج كتير جدا، 330 الف بني ادم، ففي نتائج عدد كتيره طالعه من الدراسه دي. بس اللي يخصنا بقى ايه في منطقه الكشف الحساب والالتزام ايه، بيقول لك ان 73% من الستات عندهم ولاء في العلاقه، وخاصه العلاقه الزوجيه جوه البيت. يعني هي ملتزمه جوه البيت. 73% من حجم العينه ستات ملتزمين. 82% من الستات برضو ملتزمين بكل وعودهم اللي وعدوا بيها قبل الجواز. وده يا جماعه بيدل على حاجه مهمه، بيدل انه الست كائن ملتزم. طبعا الست لما بتقول كلمه بتلتزم بيها، وبتلتزم تجاه العلاقه، بتعرف تمسك كلمتها، بتعرف قد كلمتها، وبتعرف تلتزم تجاه العلاقه. ودي حاجه مهمه جدا طبعًا. انك تلتزم تجاه هذه العلاقه. ما بنتكلمش على الالتزامات اللي ليها علاقه مين هيغسل الاطباق، مظبوط، مين هيودي العيال الحضانه، او مع انها حاجات مهمه جدا وتفرق على فكره، ولازم تحط في كشف الحساب. ما هو انت ما ينفعش تسيب لي كل ده وتحاسبني اخر اليوم. ما هو انت لازم انت كمان تشيل حبه وانا اشيل حبه. صح الست بنجحت بامتياز.